مشاهدينا للحديث أكثر حول تداعيات العقوبات الأمريكية، عقوبات الخزانة الأمريكية على البنوك العراقية وغيرها من تفاصيل هذا الملف، نتحدثه مع الدكتور مهند الجنابي أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك دكتور، وشكرا لتلبيتك دعوة الحوار في هذه الفقرة من نشرة الرئيسة. أود أن نبدأ من التهديدات الأمريكية بالرد على استهداف البرج الثاني والعشرين اللي تسبب بمقتل 3 جنود أمريكيين. كيف سيكون الرد وكيف سيكون يعني كيف سيؤثر على العراق والمنطقة بشكل عام؟ السلام عليكم، تحيات لكم ستراندا ولأخي العزيز أستاذ علي والسادة المشاهدين، وشكرا على الدعوة. أهلا. حقيقة يعني الحادث عندما حصل هو خارج سياق المتبع وخارج قواعد الاشتباك، ليست يعني منذ 7 أكتوبر المستمرة هي بين الطرفين، تحدث عن الفصائل العراقية والولايات المتحدة، ليست منذ 7 أكتوبر بل منذ 3/1/2020 كانت هنالك قواعد اشتباك ما بين الجانبين تتجنب فيها الفصائل المسلحة استهداف الجنود الأمريكيين أو إيقاع قتلى في صفوف القوات الأمريكية. لكن ما حصل في القاعدة 22 أتصور بأنه تطور خطير وحدث مفصلي فيما يتعلق بالعلاقة بين الجانبين وطبيعة التصعيد والتصعيد المتقابل. هذه الحادثة يعني يوم أمس كانت هنالك حديث وفق الواشنطن بوست أن هنالك شكوك بأن المجموعة المسلحة التي قامت بالتنفيذ ربما قد اخترقت نمط طيران طائرات المسيرة، وإذا ترجحت هذه الفرضية معنى ذلك أنها حصلت، أي المجموعة المسلحة حصلت على تعاون من حكومة صديقة، هذا ما تطرقت إليه الواشنطن بوست. فيما يتعلق بالمواقف الرسمية الأمريكية تصور بأن المواقف كانت واضحة على لسان الرئيس الأمريكي على لسان المسؤولين الأمريكيين، وبالتالي بكل تأكيد نتوقع أن يكون هنالك ردا أمريكيا. لا نعرف حجم هذا الرد وحدود هذا الرد، صحيح الوزير الخارجية الأمريكي يتحدث عن ضربات متعددة، لكن بطبيعة الحال أتصور بأن حجم ردود الأفعال التي تولدت داخل الولايات المتحدة من قبل سيناتورين وسيناتورات الكونغرس من قبل الجمهوريين وغيرهم، وفضلا عن الرأي العام الأمريكي، أنا أعتقد بأن هذا الحادث كسر حاجز الردع الأمريكي في المنطقة، وبتصوري أنه ثمة رأي داخل الولايات المتحدة لم تقوم الولايات المتحدة بضربة مماثلة لحادثة المطار التي قتلت فيها قائد فيلق القدس السابق، ليس بمقدورها أن تعيد الردع سواء لإيران أو للجماعات المسلحة المرتبطة بها داخل في المنطقة. وبتصوري هنا مكمن خطر بأنه هذه الجماعات ربما دفعت واشنطن أو ستدفع واشنطن إلى القيام بضربات فاعلة، وقد تكون هذه الضربات إجهاضية لبعض قادة الفصائل المسلحة أو أماكن تواجدهم أو يعني معسكراتهم، بالتالي لا نتصور أن تكون الضربات تقليدية الضربات الأمريكية كما كان يحصل في أبو غريب في جبل الصخر في غيرها من المناطق التي كانت تستهدف أبنية فارغة. ربما نحن أمام موقف تصعيدي خطير جدا من قبل الولايات المتحدة تجاه حلفاء إيران في العراق وسوريا. دكتور، طالما بأن الفصائل المسلحة كانت تستخدم النظام المالي العراقي لأجل إطلاق صواريخها، واشنطن طالبت بغداد بمحاكمة هؤلاء، يعني هل باتوا هؤلاء معروفين لدى واشنطن والعراق لأجل المحاكمة؟ يعني هذا الملف الذي أثير هذا اليوم بتصوري أنه لا يقل خطورة عن دعم إيران لجماعات مسلحة وتشكيل هذه الجماعات، بالإضافة إلى التوغل السياسي في صناعة القرار العراقي. أعتقد بأنه الملف النقدي والمالي وتشكيل إيران لمؤسسات نقدية في العراق تعمل على دعم الحرس الثوري وتمويل إيران بالدولار، وكله من يعني من قوت الشعب العراقي ومن حق الشعب العراقي، بتصوري انه يعني هذا الامر هو لا يقل اهميه عن التوغل العسكري ودعم الجماعات المسلحه، بالتالي اتصور بانه الطلب الامريكي هو جاء بصيغه تقديم المساعده. انا اعتقد بان التصريحات الخزانه الامريكيه فيما يتعلق بهذا الملف ربما ستذهب باتجاهات ضاغطه على الحكومه العراقيه من اجل تجفيف
منابع تمويل هذه الجماعات التي تصفها الولايات المتحدة بأنها جماعات إرهابية. لكن إذا ما ذهبت واشنطن إلى هذا الخيار أو الخزانة الأمريكية إلى هذا الخيار، أنا أتصور بأن الموقف سيكون حرج جدا بالنسبة للحكومة العراقية. وبالمناسبة هذا ما كنا نحذر منه بشكل متكرر من حالة التصعيد، أن واشنطن قد تستخدم خيارات غير عسكرية وهي الخيارات المالية. هذا الموقف بتصوري، الموقف الأخير، إذا ما ضغطت الخزانة الأمريكية على الحكومة العراقية، معنى ذلك بأن الحكومة أمام تحدي كبير جدا في عزل المؤسسات العراقية، ليس فقط المؤسسات المالية والنقدية بل حتى المؤسسات الدستورية، من أي تدخل لأحزاب سياسية لديها تشكيلات مسلحة مرتبطة بإيران. لنفكر يعني تعقيد الحالة إذا ما مضت بغداد بفك الارتباط ما بين هذه الجماعات المسلحة ذات الواجهات السياسية، أو حتى لو كانت جماعات مسلحة لديها نافذين داخل مؤسسات صنع القرار العراقي، وإبعادهم عن المؤسسات الرسمية. وبالمقابل هذه الجماعات بات لديها كتل سياسية وممثلة داخل مجلس النواب. هذه التبعات بكل تأكيد كان يفترض أن تدركها مؤسسة صنع القرار العراقي، بأن العراق ربما سيكون أمام هكذا خيار معقد للغاية يضر بالمصلحة الوطنية العراقية، وللأسف بأنه تراكم الإفلات من العقاب وعدم ضبط السلاح بيد الدولة وحصره بيد الدولة، أتصور بأنه كان سببا مباشرا في تعريض المصلحة الوطنية والأمن الوطني العراقي للخطر البالغ والخطر الكبير. يعني دكتور مهند، يعني من خلال حديثك، العقوبات الأمريكية اللي رافقت الاستهداف على العراق، يعني من خلال حديثك، لن يكون اقتصاديا فقط، لن يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي والبنوك العراقية؟ لا، الولايات المتحدة هي لديها خيارات عدة فيما يتعلق بمنع التصعيد، تستخدم الأدوات المالية، وبطبيعة الحال جميع الدول تستخدم الأداة الاقتصادية في سياستها الخارجية. لكن عندما نكون أمام الولايات المتحدة، هذه الأداة تكون فاعلة، لأنها عندما تمنع أي جهة من الدخول للنظام المالي الأمريكي، هذا سيضع هذه الجهة في عزلة عن العالم، وخصوصا أنه العراق منذ تولي السيد السوداني هو يمضي باتجاه ما يسمى اقتصاديا العلاج بالصدمة، أي بمعنى امتثال المؤسسات العراقية التام للنظم المالية الدولية المعتمدة. هذا فيما يتعلق بالأدوات الاقتصادية. لكن ذهاب الجماعات المسلحة إلى تصعيد خطير جدا تجاه الولايات المتحدة، والتسبب بقتل جنود أمريكيين وإصابة العشرات، أعتقد بأنه يتطلب أو يستدعي من واشنطن أن تذهب إلى خيار عسكري. لكن كما ذكرنا بأنه بكل تأكيد ربما هذا الخيار للأسف سيكون محصور في نطاق العراق. والمشكلة أو النقطة الأهم في هذا الأمر، حتى الحكومة العراقية ذهبت في موقف سابق أو في تصريح سابق بأن الجماعة لم تستهدف القاعدة الأمريكية من الأراضي العراقية. المشكلة أنه ليست الأهم أنه مكان الإطلاق، من هي الجهة التي قامت بهذا الإطلاق؟ وبحسب الاتهامات الأمريكية، هي اتهمت كتائب حزب الله التي أعلنت عن تعليق العمليات يوم أمس، وبتصوري أنه قرار التعليق ربما لن يمنع واشنطن من القيام بضربة قد تكون إجهاضية في بعض الأحيان. وبالتالي أتصور بأن ثمة حاجة ضرورية لأن تقوم الحكومة العراقية بمراجعة أدائها ومقاربتها التي تتعامل أو تستند على الحوار من أجل منع الفصائل من التصعيد تجاه دول الجوار والولايات المتحدة. واضح. الدكتور مهند الجنابي، أستاذ العلوم السياسية، شكرا لك لانضمامك معنا.